طيب في الحقيقة أخبار كلها يعني معظمها عشان نكون منطقيين يعني مش حقيقية ولازم هنعلق عليها، بس قبل ما نعلق على هذه الأخبار خلينا سريعا نشوف أخبار النادي الأهلي إيه وتدريب الفريق الأخير قبل السفر لإسكندرية، فبالتالي ناخد على الهاتف زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وخصوصا وانت طيب يا شريف، ايه الاخبار عندك طمنا؟ خليني اقول لك التمرين النهارده كان في الخامسه مساء ويمكن استمر قرابه الساعه والربع، يمكن انتهى منذ قليل يمكن من ثلاث اربع دقائق كان انتهى التمرين. انت عارف النهارده تمرين خفيف قبل طبعا مباراه بيراميدز في الثامنه مساء. غاد النادي الاهلي يمكن بدا التمرين بمحاضره في وسط الملعب من مستر لاسارتي واضاف الجهاز لمدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي ومصلى وكابتن محمد يوسف وكابتن طارق سليمان وباقي الجهاز، يمكن حوالي 10 دقائق خروج مع اللعيبه عن مباراه الغد، عن تنفيذ تعليمات مستر لاسارتي علشان يقدروا يفوزوا في مباراه الغد. بعد هذه المحاضره كان في دوائر للاعبين ثم تمرين طايره خفيفه علشان طبعا خاطر الراجل نزل بالحمل عشان خاطر مباراه بكره، وكان اختتم بالتمرين التكتيك بفاولات وضربات جزاء للاعبين اللي هتشارك بكره في مباراه الغد. يمكن تالق في حراسه المرمى النهارده في سبع ضربات الجزاء الشناوي اللي بيعلن جاهزيته للقاء، وطبعا وعلي لطفي ايضا جريء وكان ندي في هذه التمرين. عن الجانب الاخر التعيين المستمر لمحمد محمود وسعد سليم يمكن هم لسه مستمرين امام الملعب يجروا عمليات التاهيل، يمكن شريف اكرامي ايضا في مرحله التاهيل، وبتتكلم في حوالي اقل من شهر باذن الله هيكون محمد محمود وسعد سمير موجودين في التمرين بصفه منتظمه. الحراس احمد طارق ومصطفى شوبير تمرين قوي جدا مع الكابتن طارق سليمان. بطمن لك وبطمن جماهير النادي الاهلي مستر شركي وباقي الجهاز سايبين حاجه للظروف بكلمه كل كبيره وصغيره النهارده في التكتيك في الفاولات الضربات الركنيه في ضربات الجزاء، الراجل حريص ان يتكلم اول باول مع لعيبه الفريق علشان بكره يظهروا بشكل جيد ويقدروا يفوزوا على فريق بيراميدز. طيب معنويا طمنا على الفريق معنويا يا شريف قبل مباراه مهمه وحاسمه زي دي، مباراه قويه جدا مع بيراميدز، فبالتالي عايز اطمن على المعنويات شويه وعايز اطمن على حاله بعض اللاعبين اهمهم علي معلول ورامي ربيعه لان هم كان عندهم اجهاد عضلي خفيف، هل هم بيشاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل كامل؟ مظبوط في شكله بشكل قوي جدا وبيعلنوا جاهزيتهم لمباراه الغد، وبطمنك وظاهرين بشكل كويس شكل مطمئن وباذن الله خط الساعه بكره هيكون في عقد تالقه. النظر للاستقرار الفني اللي بيعيشوه في الفتره الاخيره والانسجام اللي ما بينهم الفتره الاخيره، فبطمنك وبطمن كل الجماهير لا جاهزين لمباراه الغد باذن الله. ان شاء الله القائمه لسه يا شريفه؟ القائمة هتتعلن يمكن حوالي ثلاثة ونص ساعة ساعة الا ربع، وبعد كده هو هيسافروا لبرج العرب لمقابلة ليلة المباراة هناك في أحد الفنادق المجاورة للاستاد. بإذن الله دعواتنا يوصلوا السلامة وبكرة يأتوا المباراة والأروع والأجمل تختتم بالفوز على فريق بيراميدز. إن شاء الله يا شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز مراسل قناة الأهلي شريف شعبان قال لنا كل الأخبار وكل الجديد فيما يتعلق بمران النادي.